تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة الظهر. تناقلت مصادر إعلامية متطابقة خبر إلقاء القبض على زعيم أنصار الشريعة المحظور سيف الله بن حسين المكني الملقب بأبي عياض اليوم في ليبيا. وصرح مصدر أمني مأذون لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه تم صباح اليوم إلقاء القبض على زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور في تونس سيف الله بن حسين المكني الملقب بأبي عياض في ليبيا. وأفاد المصدر ذاته أن قوات أمريكية خاصة ألقت القبض على أبو عياض وعلى مجموعة من الأشخاص كانت برفقته، وذلك بمساعدة قوات ليبية وبعض الأهالي، مرجحا أن تكون عملية الاعتقال قد تمت في مدينة مصراتة الليبية. يذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض أعلن في أوت الماضي عن تصنيف تيار أنصار الشريعة المحظور كتنظيم إرهابي واتهامه بالضلوع في جريمتي اغتيال المعارضين السياسيين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وبقتل عناصر من قوات الجيش والأمن الوطنيين في أحداث إرهابية، إلى جانب اتهامه بإدخال الأسلحة إلى تونس.